كيف شاف الجميع انه ما ساعدناش الحظ اليوم باش ناخذوا 3 بوان باش نحتلوا المركز الثالث نرجعوا للمكان ديالنا. فريق الوداد فريق كبير، كل كيعرف انه نحتل المرتبه الاولى في البطوله الوطنيه وغيلعب فينال ضد فريق الترجي، يعني فريق اللي كبير هو الوداد البيضاوي. بدورهم حتى هما ما ساعدهمش الحظ اليوم باش يحققوا شي نتيجه ايجابيه، هارد لك ليهم المقابلات الجايه. وحنا ان شاء الله كنطلبوا الاعتذار من الجماهير ديالنا وكنقولوا ان شاء الله ان الفريق غيكون مزيان ان شاء الله. الفريق ديال اليوم اتحاد طنجه كيف كتعرف انه لاعب ضد فريق الوداد البيضاوي، فريق اللي ماشي سهل، يعني خصك تكون في النهار ديالك كيف كنقولوا. شنو نقول؟ الله يستر الوداد وصافي.